للوقوف عند الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين في الداخل ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول محمود الشجراوي المتخصص في الشؤون المقدسية. أستاذ محمود مرحبا بكم. يعني بحسب مسؤول ملف الأغوار معتز بشارات فإن هدم تجمع حمصة البقيعة هو الأبشع منذ 12 عاما. هنا كيف ترى توقيت تنفيذ هدم التجمعات الفلسطينية في الأغوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله اخي الكريم، جزاكم الله خير على إثارة هذا الموضوع حقيقة في وقته المناسب، جزاكم الله خير. نعم. حقيقة أن ما يحدث في الأغوار الآن ما هو إلا يعني تكريس عملية ضم الكيان الصهيوني لثلث أراضي الضفة الغربية. فما حدث اليوم حقيقة لم يحدث منذ أكثر من 15 عاما من هدم لمجموعة بيوت فلسطينية و منشآت زراعية كذلك وتشريد عائلات فلسطينية بالكامل. هذا ما يحدث إلا تحت غطاء الحكومة الأمريكية التي يعني ما أنجزته حكومة ترامب للكيان الصهيوني في 4 سنوات لم تنجزه أي حكومة أمريكية من قبل حقيقة. وإقدام الكيان الصهيوني على هدم هذه البيوت وهذه المنشآت الزراعية فهو أيضا إلا بعد أن أخذت الضوء الأخضر من التطبيع الذي أقدمت عليه بعض الدول العربية كذلك. طيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ محمود، عملية الهدم في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية كما ذكرتم هي الأكبر ولم يحدث منذ 15 عاما، حيث تعرضت إلى هدم بيوت ومزارع وتشريد العوائل كما تفضلتم به قبل قليل. لكن ألم يتعهد ترامب للدول المطبعة بوقف عمليات الضم؟ أين ذهب كلامه؟ أخي ترامب يعني لم يتعهد بهذا، والكيان الصهيوني في نفس اليوم الذي وقعت فيه الإمارات والبحرين اتفاقيات التطبيع التي هم أصلا لم يطلعوا على نصوصها قبل أن يوقعوها، أعلن الكيان الصهيوني أن عملية الضم هذه ستؤجل تأجيلا ولن توقف أصلا. وأنا أحب هنا أن أذكر المشاهدين أن ما أنجزه هذا ترامب للكيان الصهيوني فهو إلا ليضمن دعم اليهود له في الانتخابات الحالية التي تجري هذه الأيام. اعترف ترامب للكيان الصهيوني ونقل السفارة إلى القدس وقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية. نعم. وقام بقطع المساعدات المالية عن الأونروا أيضا، وأغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وأضفى الشرعية على الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية التي تعترف الحكومة الأمريكية أنها أراضي فلسطينية اللي هي الضفة الغربية. واعترف بسيادة إسرائيل أيضا على الجولان السوري المحتل، وقاد أكبر عملية تطبيع عربية مع الإمارات والبحرين ثم السودان لاحقا. وما ذلك يعني أنا أستغرب أين المصلحة الأمريكية في موضوع سرقة 30% من أراضي الضفة الغربية والسكوت وشرعنة هذا الهدم الذي يقوم به الكيان الصهيوني، بل وأنه رفض عودة أي من اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم، وهو الآن يقوم بتشريد المتبقين الضفة الغربية إلى أماكن أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ محمود، على المستوى الديموغرافي هل هناك أثر ستتركه عملية الهدم على التركيبة السكانية في هذه المناطق تحديدا؟ أخي قطعا، يعني ما تقوم به دولة الكيان الصهيوني هي عملية تفريغ للمنطقة من السكان الأصليين الفلسطينيين لهم، ثم يقوموا هم أصلا بعملية بناء مستوطنات جديدة. الاستيطان في شمال الضفة الغربية أخي له طريقتين. الطريقة الأولى طبعا هو كله سلبي، لكن احنا حتى يعني نقدم للمشاهد صورة يفهمها، الاستيطان له صورتين، صورة سلبية وصورة إيجابية. الصورة السلبية هي هدم البيوت الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني، والإيجابي في بنظرتهم طبعا إيجابي وهو بناء المستوطنات واستقدام المهاجرين أو الصهاينة للسكن في هذه المناطق. نعم. ثم إعلان السيادة على هذه المناطق باعتبارها مناطق إسرائيلية تحت السيادة الإسرائيلية. أستاذ محمود، في السياق الأمني الميداني كيف تابعتم استهداف قوات الاحتلال شابا فلسطينيا جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية؟ كيف تابعتم ذلك؟
طبعا كالعاده الكيان الصهيوني يعلن ان هذا الشاب قام بعمليه بطوليه، نعم. لكن هذا الشاب تم تصفيته داخل سيارته بالمناسبه، يعني اظن دقائق وسيتم الكشف عن شخصيه هذا الشاب الفلسطيني الذي قتل صبرا، يعني قتل في داخل سيارته، هو يعني لم يشهر سلاحا ولم يحمل حتى سكينا، لكن قام اليهود باعدامه في داخل سيارته. هذا الامر يعني ان كان الكيان الصهيوني يقوم به فيقوم به تحت الضوء الاخضر من 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 المطبعين العرب ومن الحكومه الامريكيه، ولعله يستغل ظروف الانتخابات الامريكيه ليقوم بكل ما يقوم به دون ان يحاسبه احد ودون ان يعني طبعاً. من اسطنبول محمود الشجراوي المتخصص في الشؤون المقدسية، شكرا جزيلا لكم.